صعب بجد. ايه الناس كلها صعب ولا سهل؟ فاهمين؟ تعالى اسئله واسئله. ازاي؟ الامتحان اخباره ايه؟ يعني الاسئله كان عندي كام سؤال النهارده في الرياضه؟ 25. يعني الوقت كان كافي؟ الوقت كان كافي. كان في حوالي 3 اسئله هم اللي مش كويسين، بس الباقي كان حلو. ما كانش يعني في مستوى الطالب المتوسط؟ احسن من التفاضل والتكامل. احسن من ايه؟ التفاضل والتكامل. احسن من التفاضل والتكامل. يعني اقول لك يعني ان شاء الله هندسه باذن الله. باذن الله. هو ما كانش كويس خالص، ما كانش حلو. كان في كم النقط اللي فيه صعبه، كان محتاج وقت. وكم سؤال اصلا في الرياضه؟ 25. طب 25 يعني عدد الاسئله اللي ممكن تكون صعبه قد ايه؟ يعني اللي هو انا في الاول يعني يعتبر الساعتين اللي هم احنا الامتحان المدرسي ساعتين، انا في الساعتين ده ما كنتش حاطط غير 15 سؤال. ده يعني معنى كده اللي عايز تركيز شويه؟ عايز تركيز وعايز وقت. وعايز وقت. الوقت ما كانش كافي يعني؟ لا ما كانش كافي خالص. الطلاب يعني عدد الطلاب اللي في الرياضه عدد بسيط. عدد قليل. ايوه. طب يعني ايه السبب؟ يعني انتوا بقى طامحين في هندسه بقى لا مش اللي هو من الناس بالنسبه لها ان الرياضه بتبقى صعبه، فيبقى قليل خالص اللي بيكون بالنسبه لهم الرياضه سهله. فالمعظم بيكون يا ادبي يا علمي علوم. لكن في كل الاحوال طالما انت دخلت رياضه يبقى انت اكيد مستعده واكيد عندك مهارات. ايوه اكيد، بس في اللي هي في فروع بتبقى تقيله، يعني الجبر والفراغيه الفرعين تقال. يعني المفروض الوقت كانوا مدوا معانا شويه. تمام. بس ان شاء الله يعني ابارك لك باذن الله في دخول كليه الهندسه باذن الله. شكرا.